السلام عليكم أبنائي تلاميذ صف السادس الابتدائي. أخذنا في الدروس السابقة من دروس التربية الإسلامية من القرآن الكريم من سورة الإنسان الوحدة الرابعة صفحة 58 و59 وسؤايات الحفظ من الآية الأولى لحد الآية التاسعة، وبينا أهم ما موجود من حيث سورة الحفظ ومعاني الكلمات الداخلة في سورة الإنسان والمعنى العام. نأتي إلى حل مناقشة سورة الإنسان صفحة 62. عندنا النقطة الأولى من المناقشة، بماذا يذكرنا القرآن الكريم في هذه السورة؟ باب وجوابك هنا في صفحة 60 يقول: في هذه السورة يذكر الله تعالى الإنسان كيف خلقه ولم يكن موجودا من قبل، فخلقه الله تعالى وأوجده بفضله، خلقه من نطفة في بطن أمه ثم صار جنينا ثم ولدته أمه، ومنحه نعمتي السمع والبصر وباقي النعم، كل ذلك دليل على قدرة الله على أحيائه بعد الموت ومحاسبته. إذن في هذه السورة يذكرنا الله سبحانه وتعالى أو يذكر الإنسان كيف خلقه ولم يكن موجودا، فخلقه وأوجده بفضله وقدرته، خلقه من نطفة في بطن أمه ثم صار جنينا ثم ولدته أمه، ومنحه بعد الولادة نعمتي السمع والبصر وباقي النعم، كل ذلك دليل قدرة الله على أحيائه بعد الموت ومحاسبته على أعماله. هذا ما يذكرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. هذا ما يخص النقطة الأولى من المناقشة. النقطة الثانية عندنا: ما معنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا؟ ما معنى قوله تعالى؟ يقول: إن الله وضح للإنسان في هذه الآيات إن الله وضح للإنسان طريق الإيمان، والإنسان هو الذي يختار طريق الخير والشر. يعني الله سبحانه وتعالى وضح للإنسان طريق الإيمان، يعني طريق الخير والشر، والإنسان هو الذي يختار أما طريق الخير وأما طريق الشر. إن الله وضح للإنسان طريق الإيمان، والإنسان هو الذي يختار طريق الخير والشر. هذا ما يخص النقطة الثانية من المناقشة. النقطة الثالثة: كيف حال الأبرار المؤمنين يوم القيامة؟ ما حال الأبرار المؤمنين في يوم القيامة؟ جوابك في صفحة 60 اللي يقول: أما المؤمنون الأبرار فهم في الجنة والنعيم، وفي الجنة البهجة والسرور، لباسهم فيها من الحرير، ولهم فيها كل ما يشتهون ويحبون. إذن الأبرار هم في الجنة والنعيم، والجنة فيها البهجة والسرور، لباسهم فيها من الحرير، ولهم كل ما يشتهون ويحبون. هذا حال الأبرار المؤمنين. هذا ما يخص النقطة الثالثة من المناقشة. النقطة الرابعة: ما قصة المسكين واليتيم والأسير؟ في سورة الإنسان؟ باب وجوابه في صفحة 61 يقول: وذلك لما مرض الحسن عليه السلام والحسين عليهم السلام وهما صغيران، فنذر علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام لله نذرا إذا شفي الحسنان عليهم السلام من مرضهما فإنهما يصومان 3 أيام، فشفى الله الحسنين عليهم السلام، فأوفى الإمام علي عليه السلام وزوجته فاطمة عليه السلام بنذرهما. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وصاما 3 أيام، فصنعت السيدة فاطمة عليه السلام لهم طعاما من الشعير، وفي اليوم الأول جاءهم مسكين فأعطوه طعامهم، وفي اليوم الثاني أيضا صنعت لهم طعاما فجاءهم يتيم فأعطوه طعامهم، وفي اليوم الثالث جاءهم أسير فأعطوه طعامهم، وباتوا جياعا، وهذه قمة الإيثار. هذه قصة اليتيم والمسكين واليتيم والأسير. هاي بابا ما يخص جواب النقطة الرابعة من المناقشة، وهو: ما قصة المسكين واليتيم والأسير؟ خامسا: كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار؟ باب جواب هنا في نفس الصفحة صفحة 62 إننا نحب محمد وآل بيته الأطهار ونقتدي بهم،
فهم أهل للحب والتقدير، ولقد أوصانا رسول الله بحبهم، لذا فمن الواجب الاقتداء بعملهم وسيرتهم الطيبة في التزام الإيمان والرحمة والإيثار. هذا ما يخص جواب النقطة الخامسة من المناقشة هنا. أما صل نقطة سأصل كل كلمة بمعناها، يعني كلمات ومعناها موجود بالطرف الثاني. ما معنى مستطيرة؟ نقول منتشرة، يوما عبوسة يوما يشتد فيه الخوف، الأرائك الأسرة، زمهريرة بردا شديدا، أغلالا قيودا، نبتليه نختبره، هديناه السبيل وضحنا له طريق الإيمان، اعتدنا هيئنا، سعيرة نارا مشتعلة للكافرين، الأبرار المؤمنون كثير الطاعة لله. يعني هذا باب تأخذه من معاني الكلمات، معاني الكلمات سورة الإنسان. هذا كل ما يخص مناقشة سورة الإنسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.